هزائم في البطولة وهزيمة في السوبر كوب ضد الترجي التونسي. بطبيعة تنجموا تتفاعلوا معنا تطلبونا على 71 725 في التعبير على رأيكم في الموضوع هذا. كيف كما قلت لكم على رقم 71 725. في البداية نبداو بالتليفونات وأول تليفون من عند مراسلنا في بنزرت رمزي بن غربية موجود معنا. رمزي أهلا بك. رمزي مرحبا بك سلام. مرحبا بالسادة المستمعين على راديو اكسبريس اف ام. باهي رمزي، اول سؤال، ظهر لي خيبه كبيره في بنزرت بسبب تراجع نتائج، ظهر لي ما تقدرش تكون كان الخيبه، هذا هو الشعور نتاع احباء السيابي في الفتره الحاليه. صحيح، انت كنت تحكي سلام، قلت 6 مباريات نبداو بمباراه السوبر، يا راهي بدات قبل مباراه السوبر، بدات بالهزيمه في كاس تونس ضد الملعب التونسي. من وقتها بدات الازمه، نهارتها السيابي خسر، قالوا في بنزرت انه العديد من اللاعبين ما كانوش موجودين والفريق كان ناقص، ورجعت شويه الامور في البطوله، لكن بدات الامور بعد تتعكر خاصه مع توقف البطوله. واخر فوز كان ضد مستقبل جابس هكا ولا صحيح؟ لا، خلينا نحكيو ساعه قبل السوبر، وقتها اخر فوز صحيح كان ضد فريق المستقبل جابس، لكن السوبر هو راهو اللي دخل شويه الامور معناها بعضها لنا في بنزرت، لانه نادر هذا البنزرتي كان معلق امال كبيره انه باش يمشي يلعب مباراه السوبر في قطر وبعد يرجع معناها يكمل نشاط البطوله، لكن المافيا بتاع قطر هي نوعا ما اثرت على مردود اللاعبين وخلى انه الفريق يدخل في سيكل خايب. وبدايه الهزيمه، نعرف انه بدايه الموسم كانت 15 مقابله بدون هزيمه، بعد بدايه الاشكاليه كيفاش اثرت رمزي من ناحيه بدنيه ولا من ناحيه ولا المهم على الهزيمه اثرت؟ لا يا راهي مش الهزيمه اثرت، باش نكونوا واضحين، النادي البنزرتي وقت طلع على قطر باش يلعب ضد الترجي الرياضي التونسي كانت حظوظه وافره، وانه يلعب الند بالند، وخاصه المباراه الاخيره اللي تعب في 15 اكتوبر وفات 2-2 بين السيابي وبين الترجي، معناها مردود ممتاز وممتاز جدا والفريق قادر على الانتصار. كي مشى السيابي لقطر معناها كانت الامور انه 50-50 بين السيابي والترجي، لكن المردود بصراحه المحتشم اللي ضرب به السيابي في المباراه هذيك طرح اكثر من نقطه استفهام، ورجعت معنا رجع فريق البنزرت وقتها كثر الكلام على الكواليس وعلى الامور المشاكل الماليه بتاع اللاعبين والعلاقه المتوتره بين الحارس خميس الثامري ورئيس الجمعيه عبد السلام السعيداني. المشاكل الماليه من اول الموسم رمزي ولا؟ صحيح رغم النتائج كانت مغطيه يمكن وقتها. صحيح، المشاكل الماليه كانت موجوده من اول الموسم، لكن النتائج الايجابيه هي اللي غطات، لكن تعرف وقتاش تظهر المشاكل هذه مع بداية السنة الجديدة سنة 2019، وقت اللاعبية الفد الصبر نتاعهم ولا يطالبوا باستحقاقاتهم بشهريهم ولا يطالبوا بالمنح الانتاج وقت بداية الأزمة. صحيح الإطار الفني والجماهير حاولت أنه كما يقولوا تفكر الموضوع هذا وتخليه موضوع عنتاب، لكن اليوم تعرف معناها وسائل الإعلام تلوش الحكاية هذه والفيسبوك يلوش، ومن وقتها بدات الازمه واي الام الازمه مازالت متواصله، قاعد تشوف اليوم النتائج السلبيه، اخرها ماتش القروية نعطيك اليوم يحكيو في بنزرت، معناها حتى الكره ولات عاكسه سامحني، كي تبدا المخاخ مشتته وتبدا الساقين مكبله، كره اسامه العمدوني ضد القيروان شبكه فارغه جبل برا، وين ماشي اليوم النادي الرياضي بنزرت؟ هذا سؤال مطروح. الاسبوع الفارط النية كانت متوجهه والناس كل في بنزرت، معناها قالوا انه عبد السلام السعيداني باش ينحي منتصر الوخيشي، لكن معناها مفاجاه من عبد السلام السعيداني يثبت منتصر الوخيشي. الاسبوع هذا عاود خسر في القروان، شنو صار في الكواليس؟ علاش بدا ذا ولا امس؟ والله باش نكونوا واضحين نحكي، واحنا كارت سيرتابل معناها في بنزرت اليوم منتصر الوخيشي كيف وكيف الملعبيه معناها مش خالص، اسكو اليوم كي تنحي منتصر الوخيشي باش يقبل منتصر يمشي وهو مش خالص في قداش من شهريه؟ حاجه اثنين، اسكو معناها انت فما بديل باش تحطه في بلاصه منتصر الوخيشي؟ وهذه حاجه. اثنين، المشكل في منتصر الوخيشي ولا في الملاعبيه اللي مش خالصين؟ لانه اليوم فما برشا ملاعبيه معناها يغضب الامور الماليه هي السبب الرئيسي. جوستومون رمزي، ما نساوش منتصر هو سبب، خاصه انه منتصر هو اللي كان عمل نتائج ايجابيه من اول موسم، ما نساوش اللي كان باهي وبعد ولا خايب، معناها فما سبب اخر، نجم يكون مثلا الملاعبيه اللي خرجوا كما العونلي السعيداني اخذوا على الفريق. انا جيت كذاك هو بنسبه كبيره ديما راهو النادي الرياضي البنزرتي مكتوب عليه، باش نكونوا واضحين، من عاد الرئيس الله يرحمه محمد القروي، مرورا بمادي بن غربيه، مرورا بعز الدين القروي، مرورا بالعديد من الرؤساء، انه السيابيه تبدا ديما الموسم تاعها ممتاز، لكن يجي الميركاتو في الشتاء يتباعوا زوج ثلاثه ملاعبيه، السيابيه يكون في المراتب الاولى، الخروج اللاعبين هذا ما يأثر. اليوم زياد العونه اللي كان عامله البيتير ماركي لك 10 بوتوات، بلال السعيداني من احسن لاعبي الارتكاز في تونس، كابيتان تاع الكيب،
وكابتن كيف ومن احسن اللاعبين حاليا في البطوله القطريه في السيليه مع سامي طرابلسي يلعب في تيتيرات. انت اليوم يخرج لك 70% من الفريق وترى اليوم عباره لو خرج من السيابي باش نعطيك معلومه اسلام هو يلعب صحيح في النادي البنزرتي لكن ساقي موجوده مخه مش موجوده لانه اللاعب هذا زاد كيف يقول اللي هو لا المديره تقول اللي هو خالص هو يقول معناه مانيش خالص معناه الاشكاليات الماليه هي اللي خلات اليوم تكبل اللاعبين ولكن شكون يقعد يدفع الضريبه راهو لا المدرب لا اللاعبين المسؤولين يدفع الضريبه هو جماهير نادي الرياضه البنزرتي اللي حلقت امال كبيره على الفريق الموسم هذا وقالت اليوم عندنا فريق نجم نلعبوا على الالقاب نجم نوصلوا لبعيد لكن الطموحات هذه كل تحت في الماء وشو اللي طايح الماء في ركايب كما يقولوا يا اسلام كي تبدا ما فماش فلوس زاد الامور تعكس وحاجه اخرى حاجه اخرى وهذا يقولوش في الشارع في بنزرت وحتى نطبوا في الفيسبوك كذا الكلمه هذه خذها من عندي اسلام القلوب كي تبدا مصطافيه راهي الامور ما تمشيش صحيح اليوم قاعدين نشوفوا معناها تصريحات ناريه حارس مرمى قائد فريق يخرج في اذاعه يحكي على الرئيس اليوم اللاعبين يقول لك الرئيس مش مخلص فما كلام حتى خلافات بين منتصر الوحيشي والرئيس هذا هكا ولا صحيح فما بعض الكواليس تقول انه خلافات بين منتصر ورئيس الجمعيه اليوم كيف اخر 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 حاجه معناها حتى الجماهير مش تولي مقسمه معناها في بعضها تتبعوا احنا في الفيسبوك ناس مع الرئيس ناس ضد الرئيس ناس مع منتصر وناس ضد منتصر اليوم ناس مع خميس وناس ضد خميس الكابيتان خميس عام كامل كابيتان علاش محمد الحبيبي كان جاب كابيتان في القروان معناها وخرجت عارف برشا كلمات فما اخبار تقول انه اللاعبين باش نعطيك معلومه رفضت اني تلعب ماتش القروان الناس بيتها في القروان اون برانسيب الماتش ماضي ثلاثه الناس صابت تعمل ايش في منطقه ما صار في نص ما ثلاثه غير با رفضوا الالتحاق بالحافله باش يخرجوا من اللوتي شنو الاسباب يحبوا على الفلوس نتاعهم قداش من شهريه يا رمزي والله اغزل اذا كان جوار يقول لك اعطيني فلوسي معناها ما نصورش شهر شهرين ثلاثه معناها باش نكونوا واضحين تقول معناها ديما على كلام الهيئه المديره يقول لك احنا مخلصين الملاعبيه لكن الملاعبيه يقول لك ما ماناش خالصين اسمع الامور مضببه كبيره لنا في بنزرت انا عاودها لك ونقولها كي ندوروا في بنزرت لنا الخاص الوحيد هو جماهير نادي الرياضه البنزرتي لانه بصراحه ناس معلقه امال كبيره انت كي تعمل باركور 15 ماتش من غير هزيمه 15 ماتش وانت الاول وتوقف اكبر الفرق وتربع ماتشات البرة وتعمل معناها حاجات ما عملهاش حتى جيل في النادي الرياضي البنزرتي منذ عقود اليوم معناها تجي طايح هذا كل في الماء يعني خيبه المذهب السؤال المطروح كيفاش باش تتحسن الوضعيه اليوم قعدوا خمسه ولا سته ماتشات بان روح باش يلعبوا الملاعبيه نعطيك حاجه اخرى زاد من نقاط معناها اللي يسالوا عليها اليوم الاحباء في بنزرت اليوم فما لاعبين كونترات هويتهم يوفيو في جوان 2019 هما مازالوا يلعبوا تيتيلات صديق المجري باغ اكزومبل يوفى في 2019 هو مازال يلعب رفض التجديد فادي بن شوقر رفض التجديد كيف يوفى في جوان 2019 مازال يلعب معناها فما برشا امور سامحني بالكلمه معناها مشربكه خلات اليوم الوضعيه هذيا اللي يعيشها نادي هذا البنزرتي طبعا حتى التليفونات وحتى اللي يكون يصير نتاع الفوتبول في بنزرت يحكيوا لك وشاطروني راي وشاطروا راي الناس الكل في بنزرت على الوضعيه وسط الكلاسيات واضح هذيك صح رمزي بن غربية تقريبا عطيت حوص للأهم مسائل في سيابي نذكر المستمعين نتجموا وحبي سيابي خصوصا نتجموا تطلبونا على 71 725 ألف للتفاعل حول الموضوع متاعنا أعطيكم بعض التفاعلات على الباج متاعنا على لايف اللي موجود متاعنا ستريمينج على باج إكسبرس أفام سبور وكذلك إكسبرس أفام
متواصلين حتى 9 متاع الليل نحكيو اليوم على السي ا بي وتراجع نتائج في الفترة الأخيرة. تطلبونا أكيد أحبائي السي ا بي على 71 725 ألف تعطيونا آراءكم في أسباب تراجع هذا اللي شكون تحملوها الملاعبين للهيئة وإلا المدرب وإلا كان عندكم أسباب أخرى. بطبيعة تنجموا تتفاعلوا معنا على رقم 71 725 ألف. موجود معنا بالتليفون اللاعب الدولي السابق للسي ا بي حسني زواوي. سي حسني أهلا بك. مرحبا بك اسلام ومرحبا باكسبريس افان. باهي سي حسني، اكيد عندك تقييم للوضعيه نتاع السي ا بي واسباب ترجع النتائج في الفتره الاخيره، لشنو ترجعها بالضبط؟ والله شو نقول لك، يعني بالنسبه لنادي الوادي البنزرت يعني مد يعني مر بعده مراحل خاصه هذا الموسم هذا. انا نقول اللي مرحله الذهاب تعتبر يعني المرحله الذهبيه، خاطر نادي الوادي البنزرت قدم فيها يعني مردود ممتاز جدا ولم ينهزم في يعني في مرحلة الذهاب، يعني مرحلة الذهاب كاملة كما تعرف يعني ما نهزمش في 25 جولة، وتعتبرها أنا مرحلة الذهاب هذه كانت يعني ممتازة جدا، خاصة كنا نمتلك يعني رصيد يعني بشري ثري تاع لاعبين. ثم نقول أنا يعني جات بعد مرحلة الذهاب جات مرحلة الإياب. أنا نقول مرحلة الإياب يعني مرحلة نتاع نقول واحدة انتقالات شتوية. كنا نعتقد ان النادي الوادي البنزرتي لما كان متصدر يعني تعتبر الدوري كنت نعتقد انه باش يعزز الرصيد البشري نتاعو، لكن اللي حدث هو العكس. هو فرط في يعني في افضل لاعبي، خاصه يعني فرط في بلال السعيداني كما تعرف لاعب ارتكاز، ثم فرط في العنلي راس حربه، ثم يعني عندنا بعض الاصابات نتاع اللاعبين مثلا الصحراوي، ثم هناك يعني لاحظنا اللي الرصيد البشري قل، وخاصة كما تعرف يعني الفريق ككل يعني كرصيد بشري قاعد النادي يدور في حوالي يعني 14 لاعب ما اكثر. تحمل مسؤولية نفهم من كلامك للهيئة سي حسني. نحمل المسؤولية للهيئة، خاصة انا اعتقد وقت اللي انت عملت مرحلة الذهاب ممتازة وممتازة جدا، وكانت النتائج يعني 15 يعني جولة بدون هزيمة، وقتها المفروض النادي شو يعمل؟ يعزز الفريق ببعض انتدابات، وخاصة شفنا لاحظنا أن في مرحلة الذهاب فما نقص على مستوى مثلا وسط الميدان وعنا نقص على مستوى الدفاع. باهي سي حسني نحطوا خلينا بلاصت عبد السلام السعداني والهيئة نتاع السي ا بي، يقول لك أنا ما فماش دعم، فماش دعم من جهة النادي، ما فماش موارد مالية، ما عنديش حل آخر بخلاف أني نبيع الملاعبية نتاعي باش ندخل فلوس ونخلص الملاعبية الموجودين. والله انا توك تقول لي الكلام هذا، انا نقول اللي كانك انت كرئيس نادي ومتحمل المسؤوليه، المفروض انك يلزمك تلقى الحلول الكل باش توفر للنادي باش ترتقي به لاعلى. ما تقول لي ما عندوش فلوس، الناس الكل زاد لازم تسير النادي على كيفاه هي كيما نقول انا، فهمني؟ وقت اللي ما عندكش انا نقول مثلا فماش دعم، الدعم منين؟ من الاحباء، الاحباء يعني تدعم مش ما تدعمش، لكن فما اسلوب نتاع دعم. اذا كان انا باش ندعمك يلزم انت مثلا كرئيس نادي تتجه للاشخاص المعنيه وتكبر بهم كما نقولوا باش تقدر يعاونوك، اما يعني من باب يعني كل هذا اللي باش يدعم النادي يجي من بعيد وهذا مستحيل، يدعم واحد اللي يدعم راه متصفق حدا. وحنا نقولوا مثلا راهو حتى حكايه الدعم وكل شيء، الفرق الكل في نفس السياق، انا نقول يعني كل الفرق تونس يعني تشتكي من الامور الماديه. قلت لي في فتره بين اللي وذو السنين تدعيم وانتدابات، وين تشوف الفريق كان يستحق التدعيم؟ كان يستحق التدعيم اولا في وسط الميدان، يعني لاعب يعني انا نقول لاعب صانع العاب، ويستحق مثلا لاعب على مستوى محور الدفاع وظهير ايسر يكون ممتاز، فهمت؟ في يعني مثلا في وسط الميدان موجود اسامه العمدوني، موجود موجودين، لكن فادي بنشوك كيف كيف، لكن انا نقول لك، لكن وقت اللي انت تدعم الرصيد البشري شنو الغايه؟ هي المنافسه الشريفه خاصه في اللاعبين. اذا كان كل لاعب يولي يعتقد انه هو لاعب اساسي ما يتمسش وما فماش البديل نتاعو، هنا الاشكاليه وين؟ انا مثلا اذا كان عندي وطراء مجبور عليه يعني يكون يعني في احسن جاهزيته يلعب وفي أسوأ جاهزيته يلعب، يعني هنا مجبور اني لاعب وطراء، مجبور اللاعب حليم الدراجي، مجبور هنا تختلف الموازين. اذا كان ما فماش منافسه ما فماش احتكاك بين اللاعبين ما عادش فما، ما تلقاش المنافسه. خاصه ما فماش بديل، انت لاحظت ما عندناش بديل في النادي الرياضي المزرعه. وهنا تقع مشكله على المدرب، ماك تعرف خاطر المدرب ما عندوش عصا سحريه، اذا كان عنده لاعبين على مستوى هو بيهم ما عادش ولا فاهم اللاعبين. يعني حتى المردود نتاعه ما عادش يقدر يقيمه، وخاصه كما تعرف زاد فما ازمه ماليه نتاع اللاعبين.
اللاعبين ما همش خالصين يعني شوف الراوت نتاعهم مش مخين. واعتقد انه زاد اللي فاز في الكاس هو ما تعرف خاصه يعني حارس المرمى نتاعنا خميس الثامري. خميس الثامري تعرف اللي عنده عده راوات ما خداش منها حتى الانتاج نتاعه نتاع السنه اللي فاتت والسنه هذه وساق وقعت اشكاليه مع الرئيس النادي. يا ما كيما كنت نحكي يعني من مع رمزي قبيلك من اول موسم المشاكل الماليه هذه لكن النتائج كانت ماشيه سي حسن. كانت ماشيه نقول لك علاش بحكم يعني النتائج جات وقت جات النتائج وكانت يعني سلسله النتائج الايجابيه خلات اللاعبين يتشبثوا بالامور هذيك وماشيين وعلى اساس انه الوعود موجوده والمال ما جاش. وقت اللي انهزمنا في مباراه يعني متفكرها مباراه المرسى اول ما دينا مباراه الكاس تاع الملعب التونسي حسينا انه الضوء الاحمر شعل في وقتها حسينا ان اللاعبين عملت الاسبوع هذيك يعني اضراب شويه نوعا ما فهمني قبل المباراه كانت الانكاس نتاعها على النتيجه وخسرنا مباراه المرسى ثم جات بعدها مباراه على طول جات مباراه يعني الملعب الجيرسي ستايدا مش الملعب الجيرسي اسمه مستقبل جيرس مستقبل جيرس فاز فيها مستقبل جيرس اسبوع كامل مضرب وجاء لعب مباراه وحضرت المباراه المردود نتاعنا كان سيء ربحنا 1-0 بالسيف ثمها بدات النتائج السلبيه بعدها على طول وخاصه ان اللاعب بدات يعني الطالب بالموارد يعني بالرواتب نتاعها وبال كما يقولوا احنا البرين دروند ما نتاعهم فلذا وقعنا في الفخ وقعنا في المشكل وهذا اللي خلى الاسباب يعني تمشي للنتائج الكارثيه هذه. واقلع حظ الهزيمه تجيب هزيمه المفروض انا باش نصلحه لكن ما قدرناش يعني نحطوا كيما نقولوها لا بوندير الور ونرجعوا يعني للفريق على في المسار الصحيح. باش يرجع الفريق في المسار الصحيح شنو هما الحلول تشوفها سي حسن؟ والله انا الحلول انا نرى يعني اكتوالمون يعني شو نقول لك حتى توا نسمع يعني تصريحات حتى رئيس النادي يقول مثلا يلزمنا نشوفوا لاعبين شبان ولعبوا ونحطوهم هكا ونكونوا فريق للمستقبل على حسب التصريحات نتاعو. انا نقول هذا كلام موجود صحيح تعرف علاش؟ خاطر لو كان عندنا احنا لاعبين شبان وممتازين تعتقد انه يعني المدرب ما عندوش عين عليهم ما راهمش وما يقدرش يلعبهم ويوظفهم خاصه اذا كان لاعب شاطي الاضافه. اعتقد لازمنا نحاولوا نرموا الامور خاصه على مستوى المعنوي فهمني؟ وانا نتوقع يعني ممكن يعني كما تعرف جدا تكون فما شويه حزم وشويه تم في انضباط داخل الفريق خاطر لاحظنا ان في كل مباراه ولات الاقصاءات يلزم شويه الصرامه تكون موجوده. تم فيا وحتى جوار يتنديس مصابل كمو بالنادي خاطر النادي اعلى من الناس الكل والمفروض ان ناخذ بعين الاعتبار هذا كل والمدرب يلزم يحط ما فماش لاعب اساسي اذا كان المفروض اذا كان فما يلزم مش اللاعب ولاعبين مش ضد اللاعب ولاعبين لما لا احنا تم فيا الموسم تاعنا بالنسبه لنا خلص بالعكس نعطي ثقه لاكثر لاعبين اللي ما عطاوش يعني مازلت تلعب على مركز مع كاس الكاف في انسيا بيس لا بالضبط بالنسبه لي حصل يعني كاس العرب صحيح ولا كاس العرب لكن بالضبط. انا نقول لك على مستوى عنده كاس العرب في اذا يخمم في كاس العرب للموسم الجاي افضل من اللي يخمم في كاس الكاف خاطر كلمك العائد المالي نتاع كاس العرب افضل من كاس الكاف ب 20,000 مره وتتكلف اقل ديبلاسمونات للافريق تكلفوا برشا فوالا والامتيازات كبيره. كاس الكاف اذا كان شربوا كاس الكاف وكاس العربيه لا اعتقد ان زاتي ما نجمش يلزموا ساعه رصيد بشري يكون كبير برشا ويلزمنا موارد ماليه كبيره برشا باش نقدروا النفس فهمتني. انت راك شفت يعني انت الترجي الرياضي التونسي اللي عنده افضل رصيد راك شوف كيش قاعد يجري في المباريات ما بين شامبيونا وكوزيكيب قاعدين يلعبوا زوزيكيبي قاعدين يلعبوا اي صحيح عنده تروا زيكيب يلعب انا شفت حتى مباراه الكاس احنا ما عندناش يعني ما عندناش حتى باش نلعبوا 10 ملاعبين هبطوهم للحد صحيح ولا بالضبط اي وهذا هو ان شاء الله انا نقول كل فريق يمر بمرحله فرق نتاع انتقاليه لكن ان شاء الله نقول انا نفس كل تقف خاطر حان الوقت انا نفس كل تقف جماهير واحباء وهيئه مديره الناس كل تاخذوا للنادي باش نرجعوا له مكانته كيما قلنا بدايه الموسم ان شاء الله. خرج كلام على امكانيه اقاله منتصر الوحيش خصوصا الاسبوع الماضي مع القرار هذا والا لا؟ والله تو تقول لي الاقاله اسمعني نكلمك اعتقد انه تو منتصر ما ندخلش في التفاصيل لكن قام بعمل جبار انا ما تعرف هذا يا زميل كيما يقولوا انا بيدي مدرب فهمت
قام بعمل جبار وكل شيء ويعني وخدم خدمة يعني من أول موسم والنتائج صحيح نتيجة كانت باهية، لكن ما تعرف نجميش نحملوا راهو المدرب مسؤولية واحدة، فما عدة أطراف بالضبط. وانت تلاحظ حتى في تصريحاته هو يقول يعني فما أشياء، لكن ما تعرف فما لك ويجينا انتر إنسان ما ينجمش يخرجها لبرا. أي تحسه كي يحكي حتى كي يتكلم هو تحس فما كلام ما ينجمش يقوله صحيح. ولا فما كلام فما يعني أنا نقول فما وراء الستار فما عدة أشياء، لكن ما إنسان ما تعرف بعدين فما ينجمش يتكلم. لا أعتقد أنا حتى هو بيده ما هوش خالص يحتمل فهمني كل شيء. لا لا مش خالص واضح. والله يعني ليه فما أمور يعني تفهمي، ورغم هذا كله هو شيء صحيح فهمني. وصراحة يعني فما أشياء لكن تم بعد تسمع بها. أنا أعتقد أنه الإقالة متاع منتصر الحيشي كانت متواجدة من أكثر من شهرين ونص ولا كذا شهر. واضح يعطيك الصحة. لكن أنا أعتقد زايد يواصل يعني كمل الموسم مش مازال فيه. واصل الله وبعدين تفهم فيها هو عنده رأي ولا هي بعد يصير التقييم واضح ويصير التقييم وهذا صحيح. يعطيك الصحة سي حسني زوابي، كنت معنا نحكيو على وضعية سي هبي. أكيد تنجموا تتفاعلوا معنا على 71 725000 نستناو تليفوناتكم تحكيونا وتقيموا وضعية سي هبي حاليا. خليكم مع صفية في الأخبار وبعد راجعين في حديثنا سبور إكسبريس اف ام، تزيد في القيمة.
حكيتكم على لايف ستريمينغ الموجود على الباج نتاعنا اكسبريس اف ام وكذلك اكسبريس اف ام سبور. نذكر 71 725 ألف تطلبونا تعطيونا ارائكم بخصوص اسباب ازمه سيابيه عود الملاعبيه او ستاف تكنيك او كذلك الهيئه المديره. نتجموا كما قلت لكم تعبروا على ارائكم. واول تليفون يجينا من عند وائل. اهلا بك وائل. مرحبا يا استاذ. باهي وائل مين من منزلت هكا؟ لا لا مش منزرت. منين وائل؟ منزل فيه. باهي مرحبا بيك. باهي وائل اعطينا اسباب نتائج الاسباب نتائج نتائج السيابي. باهي تدبر حب بارك لك على خويا اسلام. عايش. كل شيء بارك وربي يهني. عايش. والله المداخله نتاعي باش تكون انا كانت لي تجربه صغيره في التسير الرياضي. والتسير الرياضي هذا نجم نقول لك انا من الاسباب اللي تخلي كلوب ينجح ولا ما ينجحش. بالنسبه للسيابي السنة حسب رايي على المستوى الكروي عندهم جمعيه ممتازه ياسر. مام انا نحب جمعيه اخرى كرا كيك جوار نتمنى مام في جمعيتي معناها كرا. انت من احباء اما جمعيه؟ انا من احباء النادي الافريقي. باهي. باهي. والحديث اللي باش نقوله مش تجني لعبد السلام السعدان في بارفوا راهو. هو رئيس تبركله شاب لاعب كره قبل بانو طوريب كوارجيه ديجا اصحابه براتيكمون شوف سوال بالراديو وغيره معناها انسان يفهم بالكره ما نجموش نقولوا ما يفهمش بالكره مي لو بروبليم للراي انا حسيته تيتو برشا دوكو اللي دخل نادي الرياضي بنزرتي في متاهات هو في غنى عنها اما كيف تحكي او نيفو سبورتيف سي ابي كجواريت باهي وائل ما ينجمش يكون الكلام نتاعك هذا خاطر على الخلافات نتاع عبد السلام سعداني ديما مع الكلوب هكا. بادتو انا ايش قلت له؟ قلت لك عبد السلام يفهم كوره وعبد السلام باهي. عايز نمشي معك مع بعض خويا اسلام. الشوا نتاع وحيش السنا براتيكمون احسن شوا. ديجا هو عطى فرصه لونترونور اللي يستنى فيه سنين باش يكون بريمي اونترونور في كيب باهي كيما سي ابي. اي خاطر ولد جماعي. لا والله لا ولا فديتو لا اصلا نتعدلك مع بعض انا نمشيلك مع بعض باهي. انا سرت مومون كي رجع يوسف الزواوي ما برمين انا نتبع الكوره من بعيد نحب الجمعيات الكل صحيح انا كلوبيست اما نحكي اوبجيكتيف كي رجعت يوسف الزواوي مع الكارير اللي عنده كل شيء انا راه فيها غلطه بيرسونيلمون تخلقت دو جروب خاطر نحبوا نكرهوا الناس كنا نعرفوا موسى الوحيش ينظر كوره مودرن يخمم اوترومون انسان حبي ينقص بالي اخرى تحس حتى خدمته والستيل دو جو نتاعو وكل شيء انسان يلوج على بلاصه في الكره التونسيه حتى تحسه خم ياسر بالاسبري اوروبيان. علاش هو مشيت مع الريزلتا من الاول احنا كنا عارفين في اللوجيك تو نحكي وماهيش نحكي بالعاصفه. جوارات صغار عنده اترونجي طياره برشا دوز اترونجي حلوين برشا دوكو اللي حب يوصل معلومته مشات الكره اوتوماتيك. السي ابي هاش نعطيك انا كارثه من وقتاش بدات السي ابي تراجع النتائج؟ بدات تراجع من لعب السي ام سعدان دخل في ديكلاراسيون هكاك مع الناس الكل بور ريان غراتويتمون بار لا سويت من بعد ما افاش بالتزاماته الماليه اللي هو عبد السلام كان فاسيلمون يلم مجموعه بنزرت كل معاه عبد السلام ديما يحكي انا بنزرت مي اونفان يحكي عبد السلام سعداني مش يحكي اوبجيكتيف ما يحكيش على بنزرت الكل حاجه اخرى باش نلوم انا على السي ابي تراجع نتائج خويا اسلام انا تعرفني مغروم بالهوند تراجع نتائج مش كان في الفوت الهوند سنة تابع قوسين كانت نشتغل بلاي اوف فاسيلمون حضروا جمعيه مزيانه عندهم تبارك الله انترونور جابوا عبد الستار العرفاوي من احسن ما فما معناها في الكاليبر معناها في الكاليبر تاع الكبي تاع البي الباسكيت هربت بينا وائل باهي على كل دونك باش نلخص كلامك انك تحمل مسؤوليه لعبد السلام السعداني هكا فهمتك ولا؟ عبد السلام سعداني راهو كان حمله مسؤوليه هو انسان ما عندوش خبره في التسير الرياضي انسان يفهم كره نورمالمون يخلي بعض العناصر ولا حتى ميم دي كونسي اي سيدي ما نمشيوش نقولوا جيبهم الهيئه القديمه معاه كانوا خلى كيك كونسي اللي عطاوه كما نقولوا احنا خارج تاريخ باهي باش نمشي لقدام سي ابي سنة فيه جميع مقومات النجاح بب. واضح يعطيك الصحة جميع مقومات نجاح تفضل يا خويا سلام ميرسي بوكو عايشك يعطيك الصحة نمشيو للتليفون جاي موجود معنا صابر اهلا بيك صابر اهلا بيكم اهلا مرحبا بيكم جميعا منين صابر؟ بنزرت مرحبا بيك شنو الأمور؟ والله لاباس الحمد لله الحمد لله باهي صابر حبيت تدخل معنا في الموضوع شنو هي أسباب تراجع نتائج السي بي في الفترة الأخيرة؟ والله فما برشا اسباب وكي نحكيو بكل موضوعيه
ونبعدوا على التشنج ونبعدوا على هذا كل شيء. فهمت؟ نشوفوا بداية الموسم تاعنا كيفاش بدات يعني بالكدا، وبعد كيفاش النتائج بدات ترجع، وكيفاش ونشوفوا نجموا يعني نحوصوا السنة بالسنوات اللي مرت للنادي الرياضي البنزرتي من عام 94 و95 و96 يعني. فهمت؟ النادي الرياضي البنزرتي جمعية كبيرة وجمعية عريقة وعندها جاد وعندها بطولات وعندها كأس أفريقيا وعندها كل شيء. فهمت؟ ولكن الواقع احنا تطورناش من التسعينات حتى لتو، احنا كل عام هي الحكاية يعني. فهمت؟ احنا جمعية موجودة تبيع باش تعيش، كل عام لازم نبيعوا بلعبية، ما تلقاش ما تبيعش ما تعيشش. بالضبط. مع فما أخطاء، فما إمكانيات ماهيش موجودة في بنزرت اليوم. جمعية تلعب في العالية، تترينها في العاصمة، جوارات مش منضبطين، زاد نقول قد ما تتدخليش حكاية الفلوس. جمعية بتاع الكرة في تونس الكل ما عندها مشاكل بتاع فلوس. والكل مجوار منضبطين، تقصد على الجرافيت هكا؟ لبس وذاك شنو شو اسمه؟ اسمه 90 سنة هذاك. صابر. تقصد على الجرافيت كي تقول لي مش منضبطين هكا؟ اي فما ملاعبين مش منضبطين في النادي. اي تقصد على الجريف اللي يعملوهم هكا ولا شنو بالضبط؟ لا مش على الجريف، حتى في وسط التيران. باهي. اي جوار كنت بالجمعيه نتاعك انت يا اخي، انت الجمعيه نتاعك خسره واحد شيء تلقى ورقه حمراء، شي حد يقول؟ فسرالي شي حد يقول؟ البونطه تحطت مركز وانت جوار تاع كوره، انا جمهور، انا كجمهور نعرف ان الاربيتر مش ينحي لك البونطو، ما عندك لافار، عندك البونطو تحسب، انت تاخذ ورقه حمراء شي حد يقول؟ فسرالي. تحكي على صديق الماجري في مقابله الشباب. نحكي على صديق الماجري، نحكي على صديق الماجري، تنضبط وتنضبط المريول اللي لابسه، تقول شنو التشنج؟ انت جمعيتك خاسره واحد بلاش، ماشي تاخذ في ورقه حمراء ليش؟ باش ما نمشيش لشكوك اخرين. اش معناها؟ ما نحبش نعمل تاويلات، اما بالنسبه لي هو يسمى تنضبط. تنضبط امور تاع فلوس وامور كذا وامور تاع كذا وكذا، تو تريق الامور. فما جوار خرج من الجمعيات وما خداش فلوسه في الاخر، حتى كان ما خداش ياخذهم عن طريق الجامعه بشكيات وكل شيء. بالضبط. انت بالضبط، خاطر النادي الرياضي البنزرتي نحبه انا كان يعني السنوات الاخراني عامل برشا ملعبيه. نذكر حبائي السيابي تنجم تطلبونا على 71 725 ألف تعطونا رايكم في الموضوع. صابر دونك، حسب ما فهمت من كلامك تحمل مسؤوليه الملاعبيه هكا؟ تحمل مسؤوليه الملاعبيه، تحمل مسؤوليه في الظروف نتاع بنزرت اللي نعيشوا فيها. اليوم ملعب 15 اكتوبر يعاود يسكر ثلاث مرات. اليوم النادي الرياضي بنزرت لازم تكري كل يوم كار باش تهبط ترينا في المنزه في تونس. بس نورمال بالطبع الشيء هذا كله الانضباط اللي ما عادش موجود. جوار يسكن في بنزرت يهبط ترينا في تونس، جوار يسكن في يعني يزم كل يوم يقطع 120 كيلومتر. فهمت كيف؟ يعني فما برشا ظروف اللي خلات النادي الرياضي البنزرتي ما كملش المسيره. فما امكانيات ماديه، فما اخطاء حتى واحد لا ينكر. فهمت كيف؟ فما برشا اخطاء صارت. اخطاء شنو هي مثلا؟ شنو هي الاخطاء اللي صارت؟ فما 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 اخطاء، فما اخطاء تاع مدرب زاد، فما قراءة تاع مدرب ربما تكون غالطة. مثلا شنو هي الأخطاء اللي عملها منتصر وحيش؟ مدرب أنا بالنسبة لي أنا كمدرب يبعد على التصاريح نتاع فما أمور، وكل مرة كل ما تجي تلجا تجي والله فما أمور ما نحبش نحكي عليها. جمعية تريني فيها لازم تحفظ الأسرار حتى إذا كان هو ما قال شيء، ما خذش أسرار برا ولا؟ اليوم تمشي ربما تنجم تمشي اليوم، خذها تعاود ترجع. عاود ترجع لبنزرت، مشى امريكا زاري ثلاث مرات وعاود رجع. اي صابر، هو ما قال شيء، ما خذاش حتى اسرار الجمعيه معناه. لا كل مره والله فما امور، شنو هي الامور اللي فما يا خويا؟ اللي فما امور عندك انت، عندك هيئه مديره تتصل بها مديره تقول لها شنو هي الامور، علاش ما خلتش الدنيا تمشي؟ ما انا نحترم وراه ونحب اي اطار تونسي ينجح. انا قلت لي عمل اخطاء تكتيكيه هكا، شنو مثلا الاخطاء شفتهم عملهم الستاف تكنيك؟ والله فما 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 نعطيك مثلا مباراه النادي الافريقي مثلا الاخراني. اي. وقت اللي وترى مضروب جزاء ميتون، علاش ما يخرج وترى؟ يخرج في جوار اخر. فهمت؟ ما علاش راهو تشوف تشوف فما بديل وترى في السي بي تو. مكسر ولا كذا واحد كل شيء. صابر تسمع فيا ولا؟ التسيب ضرب حتى الاطار الفني زاد. صابر تشوف فما بديل وترى؟ قلت لك تو انت في السي بي. بديل وترى؟ اي. قلت لي علاش ما خذاش وترى انت؟ قلت لك تشوف فما بديل في نفس القيمه نتاعو، معناها كان ينجم يدخل ما دخلش. النادي الرياضي البنزرتي عمرها ما تقف على حتى ملاعب. اي متفاهمين، اما انت كي ملاعب تحب تخرجه ما فما اسم واحد اخر باش يدخل بلاصته، شكون الاسم تشوفه كنت نجم يعاون؟ لافون سونتر لعب ماتش تطويل الاخراني. عثمان السعيدي. فما يعني. اي فما مثلا فما ملاعبيه، فما كل شيء، فما ظروف هي اللي خلات راهو والنادي الرياضي البنزرتي ديما يقعد كبير بجمهور وبكل شيء. فهمت؟
ونعاودوا المشكله كيفاش المشكله نبعدوا على التشنج كيفاش نعاودوا نصلحوا كيفاش باش نخرجوا من المأزق هذا هذا الواحد اما باش نقعدوا الاتهامات ضد هيك او ضد هيك او ضد هيك مانيش ما نخلطوا لحد شيء اليوم كيفاش باش نعاودوا نصلحوا يعطيك باش نعاودوا نبنيوا من جديد بالنسبه للسنين يعطيك الصحة يعطيك الصحة شكرا ليك صابر على التدخل نتاعك نذكر حبايبي السيابات تنجموا تكلمونا على 71 725000 من اجل الابداء بارائكم في موضوع تراجع نتائج السيابي وموجود معنا ايمن بالتليفون اهلا بك ايمن عسلامة اخوي مرحبا بك منين ايمن من نوبة مرحبا من حبايبي السيابي لا ماهيش محبايبي السيابي انا من حبايبي النادي الافريقي باهي جمهور الكلوب بزايل اليوم يحكيوا على سيابي باه تفضل ايمن مرحبا بك افضل شو اخوي انت كتبنا جمعيتك ماشية وبراتني سيابي راهي جمعية كبيرة أي. كبيرة كبيرة اللي يحب يحب واللي يكره يكره انت تبدا جمعيتك ماشية ومتكلاسية الاولى وكذا تبدا انت تبربش في حكايات خطياتك اهو الكلوب اهو درشني اهو درشني تلاقيها بجمعيتك انت عندك جولك الجول نتاعك خميس التامري صدقني كتريه يلعب في البشرة هذيك محليها أخليها وتربية ما تعطيهوش 38 سنة تعطيها إلى 25 الجول نتاعك حالة اجتماعية في البلاد تو حالة اجتماعية أبو وأمه مرضى وكذا وهذا نحكي أنا مش على السيابية السيابية نقدرها ما فهمتك شنو تحب تقول أيمن راه أنا نحكي على البريزيدون تاع السيابية أي شبيه مش تاع تسير ما مش لم العائلة متاع السيابي نعمل لك نفس الكومنتر اللي عملته الوائل قبلك ما نجبش يكون خاطر متحامل شوية في تصريحاته على كل يوم انت حبلته هو ديريكتومون المسؤولية ليه مش حتى كيك انا مرة نتفرج فيه في ميسيون العائلة في ذكر القناة مش مشكلة ايه باهي في الاحد الرياضي واضح في الاحد الرياضي في التصريحات متاعه في وديع الجارية جابوا له وديع الجارية في الميسيون صدقني تبقى بيه ليه اخذلي شو والله اقسم بالله كيفك السيابي والله يتعبني انا واحد من الناس عامله جوارات وكيفه كبيره وبالرسمي كيفه كبيره تي ما نعرفش انا تي نورمالمون ما نعرفش انا ماشي نحيوها بركه تي ما نعرفش يعملوا له شنو هي في الاهلي محلاها كيف نصلي يعني بيع برا دورتموند ومن بعد زاد هكا ومازالت راهي باش تتعب السيابي راه علاش؟ ليه ما عنديش سوفي باش تكمل واضح يعطيك وحنك بالله سامحني باهي مسيرش كلمة أخيرة يعني خاطر عندنا برشا تليفونات نحبوا ناخذوا رأي الناس الكل باهي خليك كلمة أخرى باهي الأفريقي عم يجي تلعب الكاف وفاهم يفهم واضح نمشيو للتليفون الجاي نذكر أحبائي السيابي تنجموا تكلمونا على 71 725000 71 725000 موجود معنا بالتليفون فوزي أهلا بيك فوزي أهلا عسلامة أخويا مرحبا مرحبا بيك بفوزي منين فوزي؟ والله على سيابي إي منين نعرف على سيابي قلت لك منين حبا سيابي ولا كلوب اليوم خاطر برشا يطلبوا حبوا الكلوب زاد لا أنا من حبال أنا حبال مكشف مرحبا بيك فوزي أولا أنا سيابي تعجبتني بكذا عدت سيزون باهية بصراحة أما شنو البريزيدون نتاعها هو اللي مهمش شوية جوارات كيفاه؟ كذا ما تو تو سمح جوار يبدا ماهوش خالص ما يعطيكش راهو ما يعطيكش مهما كان مشي معاك مشي معاك سمعت معناها بقيله شويه تدخل فهمتني نتاع قال لك لا ماهوش خالص اخي انت مشي لك السيزون كامله سافا ها تو نخلص ما بتاع تم نوم تو نخلصك تو نخلصك تو نخلصك مشي معاه مشي معاه مشي معاه فهمتني الجوار هو منين يعيش يعيش من معناها هذيك خدمته بروفيسيونيل يعيش منها فهمتني وزيد عبد السلام السعيداني ما معنى ماهوش تاع مسؤول تاع محب محب يحب السيابي للنخاع اي نمشي معاك فوزي اما عبد السلام السعيداني هو اللي كان ناجح بالجمعيه هذه في اول العام هو اللي صار يتلعب بولا في الشامبيونات ما هو ثم تصريحات عملها وثم تدخلات مع الجامعه وثم لو سمحت مثلا هذه البطوله العربي ما تمشيش للكليب ما تمشيش ما نعرفش انا ما تمشيش كيب مشات سيابي علاش مشات سيابي؟ علاش مشات سيابي؟ اي ثم علاش خاطر مشى للسوبر كوب ما 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 مشى مأيدوا معاه مشى معاه للسوبر كوب وكم وكوا باش ما تحش كلام تاعك السوبر كوب تلعبت اللي نورمالمون تلعبها الكلوب الكلوب ما مشاتش ثم ثم حاجات معناها اسمعني انت شوف سي حمدي المدب معناه ما يظهرش جمله في الاعلام ما يظهرش في التلفزه واحد ومش كان سي حمدي المدب معناها حتى جوار حتى البيرو نتاع ما يظهرلكش
سير تيرا يخدم على روحه. ما نتفقش مش معناها يظهر في الاعلام معناها هذه حاجه خايبه راهو فوزيه. مش معناها يظهر في الاعلام هذه حاجه خايبه معناها ما يظهرش في الاعلام معناها هو. لا لا يظهر اما شنيا ما تدخلش متاهات اخرى وديما نشوف نتفرج فيه راهو نتبع فيه بلاطوات في قنوات اخرى نتبع فيه ديما وعزر الجامع وعزر الجامع وعزر الجامع. يا نحترمو سي وادي يا واحد وكل شيء وصحيح راهو خدم وعمل 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 وعمل. ولكن ديما المدح المدح سي وديع سي وديع سي وديع وين لعبت ايه تلعب جمعيتك تلعب جمعيتك وتلعب جواريتك وتخلص جواريتك حتى ما تخلصوش كيما اشتر المال ولا المال بكله معناها ما تخلصوش في شهرين ثلاث شهور وما عطيش شهر شهرين من نعيش منها تويك الجوار هذاك هو مسكين تلقى يعلم بيا ربي سلم في قرايته سلم في دينته شد الكوره باش يعيش منها باش يعمل منها بروجي باش هذيك اما ما تصورش فوزي اللي معناها عبد السلام سعداني كي يشكر وديع الجري هذا بسبب نتائج تراجع نتائج نتاع الفريق ولا؟ ينجم يعمل له حاجه مشاكل مع جمعيات اخرى اللي هي ماهيش مأيداته في الكلام. كي تقول لي مثلا مش مخلص من لعبيه ممكن نمشي معك شويه ما تصورش حكايه وديع الجري هي عندها سبب في الموضوع هذا. ايه ديما في كل هو في كل بلاتو سي وديع سي وديع سي وديع شنو في سي وديع خليك على روحه وربي يعينه وربي معاه. وعمل حاجات جابكم دوموند عمل صال ميسكيلاسيون تاع ليكيب ناسيونال برك الله عليه والوتيل ان شاء الله واحد معناها سبا انت تلعب جمعيتك تخدم على روحك هو اسمعني كمحب راهو محب محب لشابي باهي انا كذلك هذه مليون في المية اما كمسير مازال ناقص ماش تعمل يلزمها انسان مسير يلزمها رزين يلزمها انسان يفهم يعرف يتكلم كلمه يخرجها يدورها ويعرف كيف يخرجها خاطر تعمل كلها قاعده تستنى في الدور تستنى في الدور يعطيك الصحة فوزي هكا نكونوا يعطيكم الصحة ديما نتبع فيكم للتسعة لنا الخميس مرحبا بك مرحبا بك فوزي دونك يعطيك الصحة فوزي هكا نكونوا وصلنا لآخر حديثنا سبور اليوم أكيد غدوة يجيكم زميلي أنيس الصحباني في نفس التوقيت ونفس الموعد ديما في 8 متاع الليل على إكسبريس أف إم موضوع جديد أكيد نستناو تفاعلاتكم على 71 725000 في الموضوع اللي باش يطرح غدوة أنيس الصحباني كي أنا بقالي كان